الماء خي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. صحبي اجمعين عن كجرني المصالح، مصالح دو ضد المفسده سو تعريفيه شرعي الإسلام كورنا وكل سنة هي وتحصيل المصالح هي درء المفاسد. إن مصالح دنا لحصيلية مفاسد دنا للدفاع أي كل سنة. إذا مصالح هو جلب المصلحة. جلب المصلحة المصلحة اللي سويت جيده تر وح كل سنة شرعي قارن وحقوق قيبي سدح قيبه وح شرعي قوي اعتباره إنه حكمية والله قولي ساي مركا وحوية حكم كشرعيك وانا مسائل كي قياسات قولنا وطن كسو هذا. إذا المصلحة شرعي قوي اعتباره دليل بالله هي خاصة سيدا مركا وحوية انت بضان وحا ضروريات كشانتا قولي سنورا دي قياس الله هي حفظ العقل وحكستو وح صخرامية خمر دوكال ولا حران تنمي حكمة لو حران تنمي وح مناسب وان لا يرادوا إسكارك إذا وح كصوا وح صخرامية وان وح نرانينا وحويا وحفظ العقل ممنوع بين قانسا إذا نك صلوا قد سيا نك ونوع القياسات كورنا وكيد أمثلة بدن يتصالي البدن كبحنا إن قفك الله جمع عيين وضدك كلا حكمية يسقى أمرك وحويا عريسا وحلو حكمة اللولجية وحلو لقى فهمية إنه تهي إنه معناها مسكح دي سو يقول تشويش وكجف وحكم كصواب كهلي ماي إذا وحك صلى الله المعنى الله عرض الراع والله حكم بالورانية هي توصل ياشي بدني دين صوارك إذا تاسي شرعي جامر كاي اعتبار عي وح شرعي جو مصلحة شرعي جو يلقي ما يعتباري إذا تا وح وكصوت سالي مصلحة ويكجرته شكك مجرو إني مصلحة كجرته لكن هو مصلحة شرعي كوري ما نسي إذن تحسن لما قاعدنا أي لما قاعدنا أي سيدة فتوى دي وبحيي يحيي بن يحيي الليث وأنك مركا وحوي ينقرد عي في شهر رمضان واقع امرأته أمته أم سوجته يوحي لمد حكم كي مركي وفضوا دي شيخ وحيي لي وأنا حريسي لي أطان أما أطان ما حد مركا كوك اللي في بالي تيو أيها الرئيسة شهر رمضان ها وين تصون تبع لشهرين متتابعين إذا نسق عتق وحوق ماهر ركز وعشي لو يدي لي المحاكوه اللي فيه إن أضف ضوطه إن الله بالوضع متتابع أو صام دوحة يلوى وحلوس ودجيب ولي مركع أحكام تولي الرديعي وسجر وحلوس ودجيب مركع عقوباتك عين كانوا كلا أما كفاراتك عين كانوا كلا مركع يسق مركع الله إيجو وضر كيسة iyo haajid gudashadiisa marka loo eego fi jambi ihtaaqu raqaba dawhu ihtaaqu raqaba waxba ma arkay marka uu xoreen idan wax laga yaba hadana marka la naftiisa uu qurxisay buu laakiin dib ugu noqon maayo haddii loo bilowdo mutataabic ah soo idan dhinaca wuxuu ka eegaysaa jiriga laakiin kama una eegin inay maslaxadani tacaarudayso nas way dayuhu isuma kale saarin boqor marka waxa weeyaan awoodaya intaas qof inuu xoreeyo maalin kaliya iyo qof faqiira bal labada waxa la yiri waxa la horaysiiyo marka waxa weeyaan ihtaaq raqab shariica hakeemkiina uu la socda de in dadku marka waxaanay isku mustawaahin xaq hantida iyo dhinacaas hadana ma i'tibaarin shariic idan shariic ma i'tibaarin arintaas uu ilqay idan maslaxa la i'tibaarayo ma maslaxada u dambaysay marka aan ku jiray waxay ahayd نص شرعي أو معين أو اعتباري مجرو مد إلقيينا مجرو إذا هدول نص إلقيا وجلس ده تنا دانصار دافنه وقايب ثلابات وق أيو كم يد نقنية أو حكم نقنية مصالح ده الإلقيان القادنين نص معين هو أيده يا مجرو نص معين أو تعارض يانا مجرو لكن هالكي صوص كلي سامان لي مقاسي دبود شرعي يكون هستيرته ولو دليل خاصيا لو هاي نبي وانا تلقوا مقعبا المصالح المرسلة اما المصلحة المرسلة
تلاقي له هذي مركا قيب تاني أما قسم يعني وحكمك الله قولي صو دفع الضرر تيو مركا وحوين اللي هي جايو نقفك اللي قد فيها عيو ضرر أما مصلحة اللي سويت شيء داي إذا مصلحة كل سنة إذا هو مص هو قسم دي مصلحة ذي مصلحة هذي ماشة في معضنا دي مفسدة دي ولا دفاعي لكن حال لو قمك عايبال لمصالح المرسلة وحل شرع قوة إطلاقي أو نص معين هو اعتباريا سجارة أو اعتباريا يعني مجرو مت سجارة ونقدين يا أو جهر من يعني مجرو مقاصد الجودة شرع عضي صاها سكليسا مركا غيب تصوح على مصالح المرسلة مركا تحسب مكجر وحل وتنقسم إلى ثلاثة أقسام صدح قيب الضوء قيب سنتا ويسمى هذا القسم المصلحة المرسلة مصلحة المرسلة ليلة أو الاستصلاح وإنما كانت مرسلة وحا مرسلة لو يري لأنها أطلقت والله إطلاقي فلم يريد في نص الشرعي اعتبارها ولا إلقاؤها نص شرعي اعتباري لما هي لكن مركل إليه فلم يريد في نص شرعي اعتبارها هل دوحي نوران دونا صدح قيبات بوك على صاري دونا وح رتبة الضروريات كارسيسة وح كهو الصير رتبة الحاجيات ليلة وحرطبة التحسينيات لها سد حاسوك على صاري طونا إذن لما أنت رتبة مقاسيدة شرعي قوي كهوستيران لكوي كل حوقين مركاش نص اعتباري مجرد ده وحلو لجيدا ميت خاصة مقاسيدة قود لكن كجرتا إيه مصالح ده قود اللي يجي تاوي كجرتا مركا فلم يريد في نص شرع اعتبارها ولا إلغاؤها تا إلغاؤها إذا وإن نص إلغي وإن لهيد وإذا دي نص إلغي الله هيو وحلونا يوا مصلحة ملغات سيدي تيها طانك صباحنا لكن نص قاعره أيضا يلا ما هي مقاسيد الجود بيكون استرتاء ولكنها قد تفهم من تفاريق الشريعة شريعة ضعون بمركها قيبه إذا لقى فهمية هي أقسامتي وحين أو قيب سنتابه لسدح قيبه قيب تكوات يدا ولا حجي سنية لبعض قيبه ده كان لم حجي سنية إلا إن دليل الله لم يغوى ضعيف سنتها طهر وحويا قفك أو كلسة شيء مصلحة ضرورية وأن لقى مربي نص معين أنا الله ما هي تصالحات كفهمي طبعا نص معين الله ما هي لكن مقاصد الجود بكجرتها وأنا مسلحوي وأن لقى مربي كنا ضرورة إذا انتهى الحجيج دليل كان هالجو يعتبر إذا انتهى هالجو يجيب مركب هذاي مركب وحوي ديب كين يسوي دفع مفسد أي تاينا الله حاران تني معي دليل قا أو قارا دليل قارا أو كان هذيل أقول هذا في هذه المسألة ومسألة عين تاع يعني مصلحة أوه الميس لكن مقاصد الجود بده ليس شريعات يكوس جرتها تصالحنا تقارك ما كان في رتبة الضروريات وحي مرتبط الضروريات قاسيسا وهو ما لا غنى للعباد عنه وهو حاض ومض يعني كم مرميني وإذا حفت ضروريات كوبا قاسيسين يهيما شانتي كليات كلو رنجري بنا صوق عليها وهو حكم إذا كحفت الدين شيء يعني دين تو ينوح حفتيه يا مصلحة دين تو ينوح حفتيه سويا إذا ده كان كوا جبينه ولو دليل قاري إن إنه هين واصلة والنفس مصلحة نفط ينوح حفتيه ولو دليل خاص بي إن إنه هين به شيء هدي لغو دعو نفتي هلاك سميس شيء كان مركز دليل قار أو كان لا ينوران معي لكن مصلحة دي قواعد دي جود هي شرع أي مقاصد دي جود هي إن شرع عد جود هم كل سنة هاي جلب المصلحة يعني سود دليل شرعي والعقل والنصب والمال ده عشان تكليات كلا إيه شريعة الإسلام كويل عليه إذا حفظ الدين ويل عليه وفك مرتد كه وتلليه هل الدل الدين تلا حفظته نفط عن نفسه بالنفس وفك النفط لو وين الدل وحفظه بالنفس عقل جوا تشارب الخمر لحداي وعقل نصب كي وتزين دي مك قف حدود لو سود الجي نصب كي ولا يلاني مالك وكسارق مرك قد عليت دل وصميري آه صورة إذن وح ما كعلك وح كفهمينا وح كستاء أنت أكو حد جدبا إني ضروريات كي هن شيء هذا شانتي وضروريات تصالو ينسي ومن ذلك وح كم ذا إجبار الولي ولي جاءوا واجب لقعد يقول لقو قصبه على إرضاع الصغير المها صغير كع إنه إرضاع الصمي وهدي ما كوح وين هو يدي أي جوكتو إن لا يرى إرضاع الصمي هداني جرينا عيد كله له إيجاره أو ضمرة أو إرضاع أصمي الله إله إيه وتربيتي تربيديس إن لغو قصبه ووحي هانتكو بحياء وبحيه إيه وشراي مدعومه وملبوسه وحو حنان إيه وحو عبي إيه وحو عني بملؤوئي بالله إله
إذا واحد لين هو ضروريات ويا ديك لما نقول عنه ومد دين تيسي بعلمي وأوحى نقول يا وحمر كأوحى ويان عندي تربية مركان للسنين طريقي كبحي أما نفتي سي أي علمي وأوحى كل دعي هلاك حاجة نفطة هديد مضعوم كيسي مشروب يوحى عبيه من للسنين وحي إذا شيء قاسي يان دليل قال له هري لكن محيس روس كوس ترتاب عليه هي مقاصد وجود الشريعة مركات هالصوتها وأنا وحى لوحى ضروريات منه إلى علينا يا إنتها وقد اختلف العلماء في الاحتجاج ويسكو خلافين علماء في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة إن لحجيستو مصلحة مرسلة دليل معين أن لو هينين التي من هذا القسم تعصو قيبتا كمدا من هذا القسم دو حولجي دا قيبتني ضروريات كأه لابد قيبو داك اللي محجيسني لكن قيبتا ضروريات أطوه الرئيسة إن لحجيستو ويسكو خلافين فذهب مالك وبعض الشافعية إن قصدون عارين تاس تفريق قاسي أي أباها أنت ينقف قديب وصائعه ويقيبتني ضروريات كه ولو دليل معين يعني هين مقاصد جود صار حق صاهاس كليسا وحوي يعني جمهور أهل العلم مرك حقيقة الله في الصدوة اعتبارية دليل بين كارجية لكن هل كان وحوي ويسكو خلافين إن لحجيستو وحمرك كنت تجيب لمالك بعد الشافعية إلى أنها حجته وحجة لهذه وإن لم يعددها دليل معين يعني دليل معين يحوجين به والحجيسينية لأنها من مقاصد الشريعة شريعة مقاصد يدوية مقاصد الشريعة وحقا ماذا حفظ الدين حفظ النفس حفظ العقل حفظ النصب حفظ الماء مركوا مقاصد الشريعة ونصب إلى الجمهور أنها أنهم لا يحتجون بها هل كان ونصب إلى الجمهور إليه فيه نظر وإن دب لوغ النظر بل واحد من دمرك أي مضوك هذا ليان إن إليهين وحويان عدي دني تن مجرت عدي دني مجرت بل لبدا الضمب خلافه كجرا على الأقل وحلو رنكرا أكثر أهل العلم أمي الجمهور توي اعتباريا هذا يسوي حد الديدان وعطت قوابا وعطت قوابا مبيا مركا هل كان وحولي مالكية دي بعد شافعية وي اعتبارين وحنا اللون نسبي يقولي جمهور تأنهم لا يحتاجون بها إنان يحجي سنين مركا بل أكثر أهل العلم يحجي سنية بها لأن ذلك يؤدي ودليلك عدة دي دموية لأن ذلك أرن كاسي مركا إن دليل معين لو هينين إما قاسي دقود نيسوه اسكاليسو يؤدي وحكينيا إلى وضع الشرع بالرأي إن شرع قال قد جي رأي إذا رأي لقم الدجين مثلا أنا رأي ما هو مقاصد الشريعة كوب نيسانت هذه مقاصد الشريعة لحجي سمو عيو يروح ذي ذي قواعد ذي الجودة كل جاية إذا مركا واحد بضنا شرع جاب أي بابا أي إذا واحد نقول نسمي مثلا كستين دليل معين الله له تحسنا عصر يع ولا يسبق كتير مركا واحد نرانا ما ها وضع رأي بدي قول كا ورانا يا إن جمهورته ونسبي مركا شيخه إني مذهب الجمهور يتعينا يدنوا إن دبلوغون نقضى كتب توصول أصول الفقه بل أكثر أهل العلم وحجيسنية غير أن القرافي لكن بولي قرافي شهاب الدين القرافي وفقيه أصول مالكية قرافنا مركا ومقابل كيا المصر القاسل النسبي برنا مركا شيخي سيبا مرء حبصامي يوحي لما جاء القرافي من القرافي لمن بولي قرافي دوا مقابر تسوه مريء ويا مركو حاجة كايمان أيو أدرس كايمان أي مقابر مشهورة ويا مصر قطال وعلماء بدن كل عسين سيدا وحويان إمام الدحاوي مركا يكون جيران ويا مركا هالكو مركا تسوه مريء جري وكل شيء كل مركا أين القرافي يما جاء القرافي عبارة صاوي قرافي مني من معنى وحجة كي مقابر تحكى لك كايمانية تبدأ نوال أقول لقب أو نقطة إمام وين أصولي وين وفقيه ومن أكابر العلماء المالكية شهاب الدين القرافي ذكر في التنقيح وحكوش يقول تنقيح إيسا أن عامة العلماء يحتجون بالمصلحة المرسلة إذا واصدوا سداو الشيخ القرافي الشيخي أين أهين إن جمهورة الله نسبيه إن يديدين وهو مقاصد يقود شريعة عامة العلماء وحجي استانبولي بالمصلحة المرسلة التي تعصوه من هذا القسم قيب تنكترسا وهذا هو الأقرب وأنا تصدق أقرب كي وجود ويوا مقاصدي شرعي
وليس ذلك من وضع شرعي بالرأي ماها إن شرعي قال لقود دجينا يا رأي رأي ماها تن رأي من رأي ومرخا وح أدلاء وكحوجينا يا أنوكي وإنما هو بناء الحكم وحكم كأولا وبناءه على مقاس الشريعة الشريعة دا مقاس الديدة يولجي دوينك مرخا قيبتها سوى ضرورياتك مصالح المرسلة دي قيبت ضرورياتك أولا حجيسني قيبها كلا يقوى وحي دليل معينة هايستا وحي دليل معين وكهر يمدي لا بضع قيبوضن بها سوما وحيان مرسلة عيدة لما يرى مصالح المرسلة لما ميد واحد عن مصلحة ملقات ميد واحد عن مصلحة معتبرة وشرعي بها يساطة وكوي أدلة إن قصوا بحيني درسي يهور محاها هاري مركا مصلحة المرسلة والله إطلاق مرسلة بس يسألوا لي دليل قارة ما هيساطة لكن هل كي كوز جرتا هارك من قاسد كوز جرتا تا هارك من قاسد كوز جرتا إذن مقاسد الشريعة ومصلحة ضدتك إنا إلى عليسة صومة مصلحة دينا ما يسقم إذبا مصلحة ضرورية جرتا صومة وهدي قف كوايو دينولوشي سي أما أعدادي سي أما جركي سي أما هنتيدي سي أما دينتي سي أما نفتي سي لومس طعم حال رانيا ومصلحة ضرورية للي وان تنميك مصلحة نوح على رانيا وطن لبعض من كبلابنا مصلحة ويكو جرتا لكن هو مصلحة على مرتبة الحاجية إي قارتي سنت ولو بهي حاجيات بالله لكن ضروريات ما يقف قول نولان كرا يدا لا أنت حاجي دي ويجرتا لكن ولا نولان ايا ووحا لقما يابو ضياع الدين اني قف يكو دعو هدو ايا ضياع النفس ضياع العضو ضياع المال ما يمان ايا مدنو حويان تحسينيات وانو عسك كماليات اونا لابد انضم بيدا لما حجي سنف مصلحة هكو جرتي ها لكن وين دليل معين الله هلا وين دليل معين ايضا الله هلا بالعرام ايا marka waa insaas local oo maan la wadanin maqasidi shariicadii ku jirtay tahoraba maqasidi shariicadu bi ku jirtay tan imi ka daruuriyadka oo waa tan la xujeystay halkana inuu nu jumhuurta xujeystay inkastoo khilaaf ku jiro laakiin waxa la leeyahay tani daruuriyada waxa xojinaya maqasidi shariicadii ku hoos jirtay waxa u raacsan in iyadii tahay maxay daruuri laakiin labadan kale heer daruuri ma gaarsiisna midna waa heer haajib ay gaarsiisan tahay midna waa heer kamaaliyad iyo tahsiiniyad qasaas uu kala saaran مركا قيبتها يد ولا حجي سنية قيبتها لبعض ما مرتبة لبعض ما كان في رتبة الحاجيات مصلحة قارسي سن مرتبة الحاجيات وهو ما يحتاج إليه ووحى وباهن يهي قفه ولم يصل إلى حد الضرورة لكن حد الضرورة ما قارن كتمكين الأب تسأل ونسي وحكم ده كتمكين الأب من إجبار ابنته الصغيرة كتمكين الأب إن أعبها لما كنسيه الله أقول هذا من إجبار ابنته الصغيرة إن انتيسا مركا يرؤان صغيرة ذا وحلقة كبحية كويك هل إن أكو قصبه على النكاح نكاح إن أكو قصبه حرصا على مصلحتها تيولا إلى علينا أيو مصلحة ذي ذا خوف فوات الكفء يضل لقعب صوانا يهدي ويلي قالوا دي بوايو لما كان سين وايو إجبارك إن قفكي كوف إغاها إيو ديقما إيو كتغو وي كود عادة مركا قفان كوف إيه دا وهي مركا ولجيدة دو حويان إن آبها لما كان سيو إنو إجبار سمعي وإبنته وكو قصبا محي نكاحا وإساقو وطورو سوجك دبا ديد وكو يدو ديد مكانتا وكو راوات كو قصبانتا مصلحتي اللي يجي يا مصلحتي ذا يلي يجي ما حد كوبيني حكم كان ما كان لي ذي أبها ولو يقول يا إنه إجباره وحن كوبيني حكم كاني مصلحة المرسلة وتعويه مصلحة ذا مرسلة ذا أو جالسيسا مرتبطه حاجياتي ومرتبطه ضرورية ذا جالسيسني ولي مصلحتها يدا مصلحتي ذا يجي يا سبب طاقة أنت بدن رجع يا معرفة ديسا ده والد كأوقع قامبا ساس الأجل جد مصلحة هذه أيان إيجينا وخوف فوات الكفء هذه دي دو يعني هذا الكذا قاضنا هل دو قفك كفء جا أدق معي إيه بهذا هو صادر أيه دافعية مركاو حكود مركا يكود عيسى إذا كفء جد هو ساس بمركاو حوين الوبني لكن واه محي ما ضروريات بع ضروريات ما صابته هذه كفء ويدو
وقف مركا وحوين كف يعني كو يعني كف عادين لين عيب دم بعلق إيه جاي إيه ما نقول إنه صو إنه حياة تدي بقى مركا لورنا عيو حياة تدي موي دائما يسا أو سيدة إسكا هاني صا ضرورة ما هتة ضرورة ما والله ما ورنا يوم مركا وحوين مصلحة ذا نيمك هدي كتكتو نلش يدي بقى هل إسكا ليس ما لورنا يا ماي ديانة دي بقى هل إسكا ليس الله ما ورنا هدان كف عاد وهاي حق الدين لما ورنا يوم مركا وحوين وحويان عقل كيدي ينسب كيدي يمال كيدي يوحي بعض أيام مركها خطر جلينا لما أورني إذا مرتبط حاجيات بيجارسي سنت وفإن ذلك لا ضرورة فيه مصلحة عين كاسية ضرورة كمجرد لكنه محتاج إليه ولو بهنيه في تحصيل المصالح مصالح ده حاصلتان كده ولو بهنيه مركها وتحصيل المصالح وقد نصب إلى مالك طيب تاني والديدي حجيسا كيدا هدان لو هينين دليل معينة إذن ولقي ما أرانا إنا إجبار كيوه هو بنائية هدول أمركاني إجبار كيوه هو بنائية ولقي ومحا دليلة مصلحة المرسلة مصلحة المرسلة دا سمحيتها هاويني ديبا المصلحة دي دي لعلمية خوف وفوات الكفر مركاساس بي مصلحة دي مركاوح للي هي حجيكو النقر ميسر مصلحة داس ومصلحة ذني ومصالح المرسلة وحين قال سيسنة على حد الحاجيات الضروريات ما قال سيسنة دليل معين لكن كان أقوه أقول إن الله إن مركا وحين القصبت أدو مركا قراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص وانكهر إن هذا مركا صمع ودليل بك يعني معين أما قياس حوقن بك يعني وشي لبشي الله سكي قياس قد ينسد كوي هراك هدي انت بلو أيو بس ويان مصلحة كلية كوف في الآن ما يسبب لإناد إناد حجيسته وأنا مثلا كل مركا وحلا رانا يا هذي صغيرة راسي هذي تهاي صغيرة بكرضة وانقان قاري وانقان قاري ومركا وحويان حد البلوغ انقاري وهي صغيرة دي بانو كلا صارنا تميت قان قاري يميت انقان قاري هذين مركا قان قاري إنه حد البلوغ اني قاري مو قصبة يا هاو قصبة يا وأنا لو قولي محد دليل لقى إنن إذا لا تشنيني وأبها ونعرين تاو رمينيو دليل معين الله يستع مصلحة كلية الله ما يستع وحويا أن أبا بكر رضي الله عنه سوج عائشة وهي صغيرة لبديد عائشة مورنا صوركو وصدين مركا وحويا زواجك ودعي إذن يدي وإنان لا تشنى أما هل دهور تهوينا تهر دولة تشن المؤرن ولذا وحويا دليل كاسي ودليل معين ما نهين دليل معين الله إذن والله اعتباري أما كورنا هدي قين قاعد هدي قين قاعد ومصلحتنا وحنلاقينا هي مصلحة الله ما يعتبرها إما إن الدليل هيني وإما إن دليل الله هي دليل هرت الله ما هي حوجني بل مت معارضين يا الله ودليل كي مركع هؤلاء ذي رسول كوتمت اتري أبهاي وحويجو قصبيا ابن عمه أنا ونرها لكمي خيارك هذا اللي بيقول خيارك هذا اللي بيقول إذا الحديث كان محله حجي سنية إن أنه قصبين مركا يمركا وحوين أي قان قاعد ويضع مركا اختيارك مركا تابع جمهور تنير هذا وقصب إياه ويوسف الدليل سنية مصلحة ذني مركا مصلحة ذني مركا ما صعون يسوس ضبطه هل كاسي دليل تعارض يا بجرة دليل تعارض يا بجرة تن الدليل أي ذي يجرة مدن الدليل تعارض مد أي ذي يوم معين مد نومه هنا ومقاصد أقول بكل جرة مركا وحي ضروري قاعد سنة هل قاطه وحي حاجة تحسينية ذا يعني الحجيسين ولذا تن هل كان شيخ وحده وقد نصب إلى مالك مالك بل له نسبة الاحتجاج بالمصلحة المرسلة إنه حجيسه مصلحة مرسلة التي تاسو من هذا القسم قسم كان كثير سنبول أيضا هو أيضا يري دواية طهران مالك بل له نسبة وواكي حق ورق سوري فذهب مالك وبعد الشافعية إلى أنها حجته مركا هل كان مالك تنو قبوي وهو لنسبي لكن صاحب الروضة ابن قدامة وحويلي أنو خلاف مؤجبولي إن لبدن الحجيسيني إلا إن دليل معين الله يمه لا نعلم خلافه مركا وإجماع بلي أي مكرنا إجماع بيسو النقلي وحل دينون مصالح المرسلة وحل الحجيسيني ينتح على قارسيسن حد ضروريات لكن لبدن كله لم حجيسيني إلا قرم ما هنا إن دليل معين أو حوجين يا الله لما وخالف في ذلك عامة أهل العلم وخلافها فلم يجوز الاحتجاج بها
مين بنينين إن حجيستان لأن ذلك يكون وضعا للشرعي أريكا سوح نغانيا إن هذا شرعي قد جيسي أضو وكو بنيسيون مصلحة أضو أض مودني سيني مصلحته بالرأي وحويا يكون وضعا للشرعي بالرأي وشرعي يقول لو أديك سدي رأي إلا أن يعاددها دليل من الشرعي إلا إنه حجي دليل شرعيه ما هنا فيحتج بها حينئذ مرك أول حجيسين أي حين إذا عاد دليل شرعي دليل شرعي يضم مصلحة حجي ولا حجيسين إذ لو احتج بها هذه الحجيسته من غير دليل معاضد دليل حجين يلا أنت لأدى ذلك إلى تغيير الشرائع أرنك سمحوا نقارسين يا أما محوكين يا من شرائع دي قفل برأيك سوكو استعماله والاختلاف في تقدير الناس واسكو خلافة ضدك واسكو خلاف سيهين للحاجات حاجاتك يصد الله قياسه ضدك اسكو وضمد معه شيئا حاج حاجات باهين أما حاجيات باهين بقف قرانا يوي حاج قف قرانا وحو قرانا يا مركا وحويا مرتبة حاجي ينبو قارسين يما قارسيسنا ضدك من التقدير كود اسكو مد معه إذا وين دليل معين الله هي قيبتها سمركا وقيبتها قيبتها وضميسها أسد حادنا ما كان في رتبة التحسينيات مرتبة التحسينيات هي والتطميمات وعندما يسترؤون إذن حتى حاجة لهم إدلاقي كرب وعسكت تطميماتهم وهو مستحسن عادة ووحى عادها لو ناجستهم وشيء حسن من غير احتياج إليه يدون لو باهنين ضرورة هذا الكيد بدأ لو ما باهن ولم تلج إليه ضرورة ضرورنا إنه مكلفين ضرورة إنه كلفتين مجرته كرعاية أحسن المناهج مناهجته توفي عننا إلى علينا في مكارم الأخلاق وقطع اللغة أخلاق ذو مكارمتي مكارم الأخلاق والمعاملات مركا معاملات كأيو مكارم الأخلاق كأيو إن مركا منهج وإيجينو ودجينو أحسن المناهج إن ضارنا هل كان دون منهج ذو لا بمنهج وإلا بدأ منهج كوكلة في عينهن كأقوى ناكسن إن لقاطوه قال يوجي هذا واسكا تحسينيات وإلا بدأ بوي ناكسي تصالوا لكن نسيك عليه تصالوا قود ويل تصالوا قارعة ومن أمثلة ذلك تحسينيات كتساليس وحكم ذا تعليل واشتراد الولي ولي شرديتان كيس الله شرديه أيو في عقد النكاح النكاح قند كيس إنه نكاح يساقو قمته وولي والله مباشرة أو يساقو مركا وحوين وقوب جو كان نقضه اشتراد ولي قال الله شرديه إن لغو إلا أيو أمي كتيه هره تيه هربا اشتراد الولي ينسو مهن ولي با ماشي كجر وكو قصبيه مركا صغيرة دي هدان ولي قاسي غصب كانو سمينين شي حاجية ايا ماشكو بحيا باليج لكن ان ضروري كالسيسنين وان فوت الكوف ايو كتكو تنوى انقو اسلام سالدي اون اه وان راهنا ولي هذا لكن اعبيه كان ما ولي قو ان او قوب جو كان نقضي عقد النكاح وحا مصلحة كجرته وحا لغو علينا يا وبأنه لدفع شبهة توقان المرأة ودفاع عن دفاع عينه توقان المرأة هاوين دويني أباهنتهي إلى الرجال الرق نوحوجي دا هاوين دا شيء مروء ذي دا ميالك قد عيا يجر وإن لأقاذو إني باهر رقي هايصو توقان المرأة للرجال إذا هو النوع معناه وحويان مروء ذي دي ميالك قد عيا هذا ما كان يد الله مباشرة عقد النكاح ويد الودي ولراول بيان جري وحال تهمية توقان المرأة للرجال يعني يد مركا رجع يوبا أنت شيء قاسنا وشيء مرؤة دي ملك قدعة إذا سئر أنت هسي مرؤة دي مال ودعة يا ماشي أنا ويمنين وين أنا رهن ولقي وينه ولقي وجهه وحن كوع لينا هنا وشوف دفعا لهذه شو دفاعين شوف هذا ندفاعين يعني ولي جو شردين أيه ماشي جو لكن أرين تعسي تهمة اللي جو تهمة يعني توقعان المرأة أيه باهن تايمر كهرج أو كله ما أرين ضروري قارسي سبع لا ما أرين حاج قارسي سبع ماي واسك أرين أم كماليات ديو يتحسينيات تهم لا أنت أنا اللي جو تهمة ينن وتحسينيات إن اللي جو تهمة دارين محبي يلي سمع مركا تعسبا أي الله شردين يا ولي جو ماشي يمادو مركا تصالها بقدر النظر إيمك هدل العضو ولقي إنو يمادا وان واجبينينا
لكن بقدر النظر أدلة ولي واجبين ستحال كاسكت ويتاسد أدلة قارة جرتب ولي لا نكاح إلا بولي هذا لقى ما حطلي هداني مثلا تسجيل الهين أوقف وقرن لها ولي قو ميش قوب جو كان نقضى واجب مصلحة أنا كبيني مصلحة هذا كبيني سواء ما هداني هؤلاء إذا كده إنه مباشرة النكاح وحلقته ميا توقعنها إلى الرجال تاسنا وارن مرو أدادي ملك قدر عيسى إذا وين وجوه هذا يعني جرين أدلة ولي واجبين يسامحان ورن لهي تحول الله ما بحنا ورن لهي إذا سكم إذا هو مركز كده ميسل نساسوي ولينا الله ما بحنا ورن لهي وهنا واجبين بنا ورن لهي سبب طاعة شبهة دفاع عيدو مصلحة كل جرته ومصلحة قارسيسا تحسينيات إما ها مصلحة حاجية دي ضرورية منك ما قارسيسا لكن دائما كل حبة جرته بأدلة واجبين يسا ولي ماشى ومركز نكاحي وقوب جو كان نقضه تاس مركز أدلة معينة هي سطابت دل معينة صلاة مصلحة ذني لا أنت يدب مركب مصلحته مصلحة ومصالح المرسلة وتحسينيات دليل لو هي صلاة ووحيا دول جين جوجوك النقطة نكاح مع صحيح ماي مركب هذا مرة بعض فيس ومن أمثلة ذلك تعليل واشتراد الولي ولي الشردي تانكيس ولي شردي دولي وأن كل اللي نويا في عقد النكاح النكاح جون تانكيس أن كل اللي نو بأنه حضور كولي حاضر يا ولدفع شبهة توقان المرأة دفاعا دفاع إنه باهي هؤلاء ذي وباهن تاين لقتهم إلى رجال رجع والخامس وما إن تولد هدي لكن تولد ذلك عقد جاس هدي جهنيد ذو تولد محل لقتهم لها توقانها إلى الرجال بنفسها نفتي هذا يظل مباشرة الظهور توقانها حد صو ظاهرد وصو ظاهر باهي ايو قبط رغنا وغير لائق بالمروءه حنو عنتمين حق المروءه ينو عنتمين بلي لكن وحلا حديث كلا لو عليه كور وحلا شو راحدو حدي لو عليه ارين كلا او ليرهدو دمر كو هدي جير معرفه امله رغا او بي وحلا لا يابا اني كو دغاتو شعارات اسكا بين سيده انتود بدن بهدا ويو بدين وحقوق آخر يوم بيدو قاضي نسا مسكح يحقوك على سارتو مجرد وناقصات العقل والدين ولدا قف خبرات أولى ووليجي إنه ووليجي مركا يساقو وارنتي وصوت تدخلو حاجة كجرد مصلحة با كجرد مصلحة دا كجرد وامحا يدو رقي مكا لقرا نسا مركا وحا لقيا بإنه كوطا قط مركا مصلحة وين با كردا فايسا أو عدي مركا وحا وين عنتميسي أيا كردا فايسا قيبت لباد من نقول يا مركا معنى علاضهم با علاضة شيء قال لقوك على علاينا يقوم بك لدوه حتى نكو علاينا لدفع توقان المرأة إلى الرجال تحسينيات بنقول حتى نكو علاينا قوب جوغ قولي قوب جوغ نقونا يا وحان كو علاينا إنا صببتها إساقا معرفة ولرنك يدو سمعرفة ومالي ولده هذا يدو لم مباشراته وحي مركا كودا عيسا إذا أن مناسب بوه هاي إذا ما صلحات وين باقا كودا عيسا تاس مركا محي نقونا سا قايبتي لبعد إيها دايوس كسو قدبني إيه حاجيات إيه قليسا انت مركه وشيغي ايوحلو وقد اتفق اهل العلم هو حيسكوا وافقين على انه لا يجوز الاحتجاج بالمصلحة المرسلة اناني بنانين ان لحجيسو مصلحة مرسلة ده ان كانت من هذا القسم وقيبته وتنظم بيس تحسينيات كاديتها لم يحجيسني الا اذا عضدها دليل من الشرع داتي هروات ساليد مركه تنظم بكسيه وصيصا الا انه الدليل شرعي حجي مويان اذ لو احتج بها إذ لو احتج بها هذه الحجيسان لها لأدى ذلك إلى تغيير شرائع وأن تكون عليهم تيها رب إن تغيير شرائع قفك شرعي قوصه سودو دونه بدلو أو لا مصلحة بانكو لسا تحزينيات تيها رنواكي نوات المامي أما قيب تيها رأي من قسم غير لبعض إن إداد كوكوك لدويهين تقدير الناس للحاجات تنوات يوكالون بل ويكسيها سيسا إلى تغيير شرائع فإنما يراه بعض الناس حسناً وحيو أركان ضدك بالكود إنه حسن يهي فقد يراه الآخرون قبيحا كوكلا ما حيو أركيان أرين قبيحا وأنا لسكوخ الخلاف إذن دليل قادع وإن نوح الله هديك لا تحسينية دي عقل يا رينتو أين نقطو دي قف بابا كو خلاف كربا وكوران كربا رينتا ما بقى هبا فأيدي بكم يجرد ورين كاغهور إيماني هذا خد هذا تاس إنتا قاضو وإذا تساوت مصلحة الفعل ومفسدته هل كان وحيو نقول شاكي أرينتا كجرن مصلحة دون بيهاي حديث فعلك مفسدة هي مصلحة أو وطو سيدا لولا تعامل ايا فعلك وحل الى هذا
هدي فعلك أي سناتبلي مصلحة فعلك يمفسد ديسو بقول كي بكونتن فسهادة كجر بقول كي بكونتن مصلحين فعلك وكجرته تاسو كارلي لكن كما هذا لا بجانب وقلي فعلك مركو مصلحة مجرد ووط بقول كي بقولوا مصلحة هاي ساق مشاكل كي بكجرين لقاضني بقول كي بقولوا مفسد ولا دفاعي ولا سك ولا ديدي ما هاري مركا كل كيس ليجي تساوي مركا تساوي جالس أقول دعه إذا تساوت مصلحة الفعل ومفسدته رجح وحل أرجح هي جانب المفسدة جانب كمفسدة لا أرجح هي مفسدة لا أرجح هي جانب كمفسدة وانسكتك إن مصلحة واندفاعنا ومفسدة ضحن لبضع مركا واحد لنا هاي مصلحة كونتون كي بهاي نقول دافتة مفسدة دي سينا قال ما قنادوي إذا فعل كوينان لقادني واصلة إذا وقاعدة دي بكل سنة هاي معروف قاعدة صوبة عركتين واحد درء المفاسد مقدم على جلب المصالح مفسدة ذل الدفاع ويكوه الرئيسة مصلحة ذل سوتش وطي قاعدة ذل افتدي بي مركا هذا السنة ذا المصلحة دي مفسدة ذل رجح جانب المفسدة جانب كمفسدة ذل حوجن فيدرء الفعل فعل كي ولا الدفاع لا نقاضا مايو فإن درء المفاسد مقدم على جلب الوطن قاعدة فإن درء المفاسد مفاسد أول الدفاع مقدم واك الله جهر مريا على جلب المصالح المصالح دول سوجيتو والله جهر مرينا يا والمركب ومركب مفسدية مصلحته أي سليجي استصحاب كسر دبان لقنا والله سبحانه وتعالى.